تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون من مدونة النخيل العراقي والثقافة العراقية، راح تكون موسيقية بامتياز. راح نتعرف بيها على بيت العود العراقي. شنو هذا البيت؟ شنو تفاصيله؟ ما هم الطلبة الذين يرتادون هذا البيت وماذا يتعلمون؟ تفاصيل مهمة في حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا. اهلا وسهلا، عليكم السلام. بدايه نتعرف حضراتكم. محمد العطار، انا المدير الفني لبيت العود. اهلا بك استاذ محمد. استاذ محمد، بدايه ما هو بيت العود؟ بيت العود هو فكره تاسست بال 98 في مصر تحت اشراف الاستاذ نصير شمه، وكان الفرع الاول بالقاهره، بعدها تاسس باسكندريه، بعدها في ابو ظبي، بعدها تاسس الفرع اللي هو حاليا انتم موجودين به في بغداد 2018، وبعد سنة من بغداد 2019 تأسس في الخرطوم في السودان. ومشروع لدراسة آلة العود بتقنية عالية جدا، منهج مميز عن كل المعاهد والكليات اللي تدرس هذه الآلة، وماشيين بمنهج معين. مدارس ثلاثة الطالب يدرسها في بيت العود، يدرس المدرسة المصرية والتركية والعراقية في نفس الوقت، ويتخرج بعد سنتين من إكمال الدراسة كعازف سولست لهذه الآلة، ويكون مدرس في نفس المكان ويكمل أيضا هذه المسيرة وهذه السلسلة اللي هي وضعها الأستاذ نصير شمة. يعني نحاول أن نطلع موسيقيين مهمين بالبلد، موسيقيين عازفين شطار، مؤلفين موسيقيين، لأنه الجانب الموسيقي في البلد للأسف نفتقده. ومثل ما تشوفون اليوم الأعمار مختلفة في بيت العود. طيب نحكي عن المدرسة العراقية، شنو تختلف عن المدارس البقية؟ المدرسة العراقية هي تمتاز بكل ألوانها المختلفة، بكل مقاماتها، بكل الأطوار اللي مختلفة. يعني الأطوار اللي موجودة في المدرسة العراقية والمقام العراقي أيضا، الفروع اللي موجودة هذه ما موجودة في بلد. يعني يمكن العراق أكثر البلدان اللي هو بألوان موسيقية مختلفة، مثل مدرسة المقام العراقي، المدرسة البغدادية، المدرسة الريفية، المدرسة الكلاسيكية الحديثة. و يعني بدنا نحاول انه نقدم شيء مهم للطلبه، ندرسهم هذه المناهج كليتها والاساليب. هذا بيت العود مرتبط بوزاره الثقافه؟ لا، حاليا هو فقط مرتبط بالاستاذ نصير شمه حاليا بس، يعني ما مرتبط لا في وزاره ولا في مؤسسه ولا شيء نهائيا. وقريبا راح يكون المقر الرئيسي هو في قصر الوالي في شارع المتنبي ان شاء الله. يعني اكو فرع ثاني؟ لا، هو نفس الفرع هذا راح نتحول في قصر الوالي، حتى صورة فكرة بيت العود تكمل من خلال البيت الأثري، من خلال هاي الآلة اللي تاريخها يعود للعصر في بغداد. وراح تكون أكاديمية نصير شمة للفنون، هي راح تكون متاحة لكل الآلات مو فقط العود. الأعمار اللي تستقبلوها كيف تستقبلون؟ الأعمال اللي متاحة حاليا من 7 سنوات، يعني شوف الأعمار مفتوحة، هو البيت للكل، لكل شخص يحب يتعلم موسيقى. موسيقى غذاء الروحي موجود، يعني شوف العمر 60 سنة، شوف ال50، شوف ال40، وشوف الطالب الصغير اللي عمره 8 سنوات، هو ما مخصصة بعمر معين، فقط العشق للموسيقى والحب اللي يجيبه لهذا المكان. كيف تبدأون وياهم مراحل؟ الكل يعني احنا عندنا صفة حلوة في بيت العود، انه الكل تعاد من الصفر، حتى اذا انضم مدرس او عازف هو في بيت العود نعيده من الصفر حتى يدرس الاساليب الصحيحه ويدرس منهاج بيت العود الصح. وكلها تتاسس من البدايه لحد ما يوصلون مرحله معينه، تقيم لهم ورش مثل ما تشوفون الان، ورش اللي هي توظيف الريش، توظيف الاصابع، توظيف التفاصيل، توظيف علم الهارموني بالموسيقى، توظيف السلالم، بعدها يكون المستوى كله متطور. كيف يكون
يكون توظيف الأصابع، هاي نقطة جدا مهمة. شلون يتعلمون عليها المتدربين يعني؟ هو منهج بيت العود، هذا منهج واحد كل الأساليب تدرس به، يعني توظيف الأصابع هذه كلها مكتوبة وكلها منوتة ومرقمة بنفس الوقت، يعني المناهج اللي عندنا كلها مكتوبة، فالطالب من تحط الورقة أمام النوت الموسيقية فهو كله أمامه واضح ومكتوب، فما راح يكون عنده أي إشكال. ليش سميته بيت العود؟ هو بيت لهذه الآلة، هو مشروع كان بفكر أستاذ نصير من كان طالب بمعهد الدراسات النغمية، وبعدها بعد ما تخرج كبر هذا المشروع، كبر بخياله وأسس في بيت العود في القاهرة، وهو كان مبدئيا لآلة العود، هو البيت تأسيسا لآلة العود، حتى الآلة تطلع بأساليب جديدة، تطلع بأوركسترا كبيرة تكون تعزف أكثر من 30 إلى 40 عازف، وتسمع الخطوط تعزف مع يعني منسجمة مع بعض هارمونيا، فهي فكرة أنه البيئة تنبنى للعود أصلا بالأخص. بعدين دخلت التفرعات الأخرى للآلات الموسيقية، في بغداد راح تكون الآلات الموسيقية العراقية، تمام، مثل السنطور مثل الجوز، إن شاء الله قريبا جدا راح تدرس إن شاء الله. سؤال أخير، إشراف الأستاذ نصير شمة شلون يكون، شلون يتواصل ويا الشباب؟ الأستاذ نصير شمة يعني يجي كل فترة يشوف بيوت العود كلها في السودان، في أبو ظبي، في الخرطوم، وفي بغداد أيضا يجي يشوف الطلبة كلهم يسمعهم، والاتصال مباشرة بي على الواتساب، يسأل على أوضاع بيت العود، يسأل على الطلبة شنو مهاراتهم، كذلك الحفلات اللي نطلعها يتصل باللي يعني ياخذ شنو اللي سويته، شنو اللي قدمته، هاي الأمور أي الأمور كلها هو لازم يكون عنده علم بها. شكرا لك حبيبي، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام استمرناكم في حلقتنا لهذا اليوم، تعالوا يانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. بدنا نتعرف حضرتك. مصطفى صالح، احد طلبة بيت العود العربي، واستاذ في معهد فنون جميلة قسم الموسيقى. اهلا بك استاذ مصطفى، احكي لنا عن الموسيقى بما انه انت استاذ في كليه الفنون الجميله. معهد فنون جميله ليس كليه، يعني هي الموسيقى هي روح الشعوب والاشياء اللي والشرفه التي يطل بها العازف او دارس الموسيقى على العالم. انت استاذ في معهد الفنون الجميله وتجي لبيت العود تتعلم ام تعلم ام تدرس؟ لا طبعا اتعلم، لأن أستاذ نصير هو حلم كل طالب يبدي يدرس آلة العود، فهو يكون أمام عينه هو أستاذ نصير. فإحنا كان يعني كنت أتمنى قبل أنه أنا ألتحق ببيت العود اللي هو بمصر، فما صارت الفرصة، انفتح هنا بيت العود بإشراف أستاذ محمد أو بقيادة أستاذ محمد وبإشراف أستاذ نصير، فكنت من أول الطلاب اللي موجودين هنا بيت العود. شنو ضاف لك بيت العود؟ ضاف لي الكثير، دراسة آلة العود، يعني أنا أعتبرها من وجهة نظري دراسة آلة العود في بيت العود العربي هي الدراسة الصحيحة الأكاديمية اللي تقدر من خلالها أنت تقدم أشياء ما موجودة بالعود، وتقدر تضيف لنفسك وتضيف لاسمك وتضيف للآلة وللموسيقى بصورة عامة. شنو تعني لك آلة العود؟ آلة العود هي كل حياتي، يعني من كن الصغير لحد هاي اللحظة فتحت لي هواي مجالات، خلتني معروف بالأوساط، يعني بهواي شغلات ساعدتني. شو رأيك بالأطفال اللي يجون يتعلمون هاي الآلة؟ أطفال بيت العود دولة مستقبل، لهم مستقبل باهر إن شاء الله، وراح نشوفهم إن شاء الله مستقبلا أسماء مهمة. مبادرات يحتاجها العراق مثل هذا البيت؟ طبعا والحمد لله، يعني هسه بيت العود قدر يصدر اسمه، يصدر الفرق الموسيقية اللي موجودة حاليا في بغداد من خلال الحفلات اللي قدمها بيت العود، اي لاقت استحسان الجمهور، وطريقة تقديم المقطوعات الموسيقية كان بها حداثة واشياء جديدة ضافت للموسيقى وضافت للبلد، فأكيد يعني بيت العود راح يكون مؤثر بالعراق وبالوطن العربي إن شاء الله. الآلة اللي تستخدموها، يعني أكيد على كل شغلة بيها أكو تسمية، يعني بالنسبة لي ما أعرف النوتة وهي شي مو هاي التفاصيل،
شلون يتم تسميتها؟ شلون تستخدموها؟ يعني هي آلة العود، احنا اولا هي هاي آلة صناعة عراقية، صناعة يدوية، من اهم صانع بالعراق هو الاستاذ ليث فؤاد جهاد، او تكون سحب، هي هاي اللي يميز العود العراقي، انه هو يكون الاوتار متصلة في اخر الطاسة او الصندوق الصوتي، دوزانها العراقي، يعني طبعا الاوتار لها نوعية معينة، يعني النوعية الأخشاب، السيسم، السابروس أو السيدار أو الأفنوس، فأشياء هواية بها تفاصيل. تسمع منك مقام عراقي؟ حاليا بهذا الصوت يعني مايك راح يلقط. تقسيمه اي شلون احنا نقول الاورفا، مقام المقام الاورفا هو مقام عراقي، يعني اللي يصير التراث العراقي القديم. أكيد أكيد، ومخزون عظيم لكل عازف. الله يسلمك، يا أهلا وسهلا، شرفت بكم. شرفت. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرين وياكم في برنامجنا لهذا اليوم، ابقوا يعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، عيني شلون؟ صح. بداية تعرف حضرتك. عبد الرحمن ماجد، طالب ببيت العود بغداد، درست في القاهرة مصر، بيت العود القاهرة تحت اشراف الموسيقار العالم الأستاذ نصير شمة، وبعدها وحاليا طالب مدرسة الموسيقى والباليه. اهلا بك استاذ عبد الرحمن، نشوفك بالنص كأنه استاذ انت للطلبة وتعلمهم، شنو الجاي تسويها؟ حاليا انا هنا تطبيق، يعني لانه تخرجي راح يكون قريب، انا وزميلي كرم ثامر، فهذه تطبيقات، يعني شلون تدرس، شلون تتعامل مع الطلاب بالورش. احنا ما نريد نتعلم. ايه التطبيق لازم يكون، يعني انت شخصيه كاريزما كذا، شلون تدير الطلاب بعزفهم وبكذا، ذن السوالف ويعني بس. شنو الدروس اللي اخذتوها؟ شلون يعني تتعلم من البداية؟ البعض يريد يعرف شنو الأساليب اللي تستخدموها من البداية لحد ما تصير عازف. احنا مدرسة بيت العود كافة هي تستخدم ثلاث مدارس، اللي هي المدرسة التركية والمدرسة العراقية والمدرسة المصرية، كل مدرسة يدرسها مثلا قطعة خاصة، لا مو اختصاص، يعني قطعة خاصة لها، مثلا المدرسة التركية سماعيات مثل الشريف، شريف محدين حيدر كذا، المدرسة المصرية غير، المدرسة العراقية غير، يعني كل شيء ولا لونه معين. العراقية شلون تكون؟ المدرسة العراقية تكون بها مقامات بحتة، كل مدرسة، قلت لك كل مدرسة لها لونها، أو يعني لونها الخاص بها، مثل المدرسة العراقية عندك المقامات القديمة مثل الخنبات والمحمداوي، وثانيا تضمن أنه المدرسة العراقية تتمنى تتميز بكل عن باقي المدارس المصرية والتركية بحروفها ودقتها. زين. كيف يتم السيطرة على آلة العود؟ بالتمرين، من خلال التمرين، يعني قد ما عندك، يعني من وقت تتمرن، يعني أقل شيء 8 ساعات 5 ساعات 9 ساعات. النوطات، التفاصيل، شنو هاي النوطات، شنو أنواعها كذا؟ النوتة طبعا بها عدة أشكال بالنوتة،
ويدرسها أستاذ محمد العطار. النوتة تتضمن على شكل مثلاً وار، هذا يكون زمنه ضربة، مثلاً التتي يقول نص بنص يساوي كروش، وراه اللي هي التفاتيف اللي هي دبل كروش. هذا كلها أشكال موسيقية يستخدموها في الكابريسات والمقطوعات والأغاني وكل شيء. بيت العود لا تعليق، يعني بيت العود يعني حافلة من الجمال والإبداع والثقافة وكل شيء. حبيبي مرحبا. اهلا وسهلا، شلونك؟ تمام الحمد لله. نتعرف حضرتك. كرم ثامر. كرم، حكوا لي عنك انه انت من طلبه بيت العود القدماء وعندك مؤهلات قويه مكنتك من حتى تقدر تنطي محاضرات في بيت العود. احكي لي عن تجربتك في بيت العود. اول شيء احييكم واحيي قناتكم. تجربتي بيت العود ابتدت تقريبا من سنه 2018 شهر 6، بعد ما أكملت دراستي الأكاديمية في الجامعة التكنولوجية من قسم هندسة المواد. بلشت مع الأستاذ محمد العطار كأستاذ مباشر، درسني وعلمني المبادئ الأساسية للموسيقى بشقيها النظري والعملي. النظري من ناحية النوت والمقامات الموسيقية والنظريات الموسيقية وما يتضمن هاي المجموعة، وأيضا الدراسة العملية تشمل منهاج بيت العود اللي هو منهاج يعتبر صعب ومتميز حتى عالميا. افتخر يعني انه انا انتمي لهذا البيت، وافتخر انه استاذ محمد العطار عنده الثقه الكافيه بي اللي تخليني اقدم محاضرات. ان شاء الله طموحنا اكبر، ما يوقف لهذا الحد. مهمتنا كبيره، نحب نتقدم ونحب ناسس لفكره جديده للموسيقى بالعراق، وبالاضافه الى هذا نحب نخلي فد ايقونه ورمز موسيقي بالعراق اللي هو بيت العود العربي إن شاء الله. شنو منهاج بيت العود اللي تقول عليه صعب؟ منهاج بيت العود هو مجموعة من التمارين والدراسات بسياقات معينة من تأليف طبعا الأستاذ نصير شمة، هو مؤسس بيت العود العربي. هي عبارة عن براكتس، يعني تمارين معينة صعبة جدا، تحتاج تأسيس دقيق جدا من البداية من الصفر، من ناحية الأصابع ومن ناحية الريشة وكيفية التنسيق بينهما من خلال الزمن. وبالتالي يعني هاي التمارين المعينة تخليك وتأهلك أنه تأدي قطع متسلسلة بحسب الدرجة للطالب، تبتدأ من الدرجة المبتدئين ثم المتوسطين إلى وصولا للمتقدمين. إذا ما ردنا الحديث عن بيت العود، ما هي الأشياء اللي أضافها للموسيقيين بيت العود العربي؟ أولا هو أعاد فكرة العود الأكاديمي. العود عاد على استحياء بعد قبل فترات قبل قرون مع الطرب، ولكن الأستاذ نصير شمة في نظري أسس لفكرة جديدة اللي هي فكرة العود الأكاديمي، وتأسيس لفرد هو سولست يخرج لوحده على المسرح ويقدم عرض موسيقي كامل متكامل. هذا يتطلب عدة مؤهلات، منها شخصية هذا العازف وكيفية ملأ للمسرح، وأيضا وهو الجانب الأهم في نظري هو قيمة هذا الفنان وكمية تمرينه وكيفية تقديمه لهذه الموسيقى. سؤال أخير، كيف يتفاعل الجمهور وياكم؟ الجمهور متفاعل جدا، وأحنا عدنا فكرة جديدة للعود العربي مثل ما قلت لك من شوية، لذلك الناس محتاجة هذا الرقي، محتاجة هذا الجمال أنه تسمعه ويوصل لها وتتفاعل وياه. وبالنهاية احنا رسالتنا أكبر إن شاء الله أنه نقدم العود على مستوى العراق بطريقة جديدة وأكاديمية متأسسة على القدامة، وأيضا نوصل رسالة العود العربي والعراقي والمدرسة العراقية بالتحديد إلى العالم كله إن شاء الله. تحيات. ممنون. شكرا جزيلا. إذن مشاهدي الكرام، استمرنا وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، تعالوا يانا نكمل ويا الموسيقى.
مرحبا. هلا وسهلا. سهلا. بدنا نتعرف حضرتك. أنا اسمي فاطمة، مهندسة كيميائية. سهلا فاطمة، مهندسة كيميائية وجاية تعزفين عود، البعض سيستغرب. صح بس يعني حلو الواحد إنه يمارس نشاطات مختلفة، شوية يطلع من الملل وروتين الوظيفة والبيت والشغل وهيك الأشياء. بالبداية شلون شفتي بيت العود؟ شلون إجيت البيت العود؟ وليش؟ أي أول شيء أحب الأغاني الطربية ومن دائما يعني أحب الموسيقى، فقلت خل أجرب يعني أتعلم على العود، ومن طريق الفيس يعني أنا عرفت بيت العود، بحثت ودورت يعني. موقع الفيسبوك. أي على الفيسبوك. أول ما وصلت البيت العود شنو اللي المحاضرات؟ أول لقاء شلون كان التدريب؟ شنو المؤهلات اللي أهلوكم لحد ما توصلين عازفة؟ أي المؤهلات طبعا هو أستاذ محمد، إلا يعني شوف الطالب كل زين الله يقدر يخرجه من بيت العود. أنا كنت مبتدئة، بديت من الصفر. أول يوم أي يعني بدينا بنستلم الموسيقي والنوتة الموسيقية، وأنا صار يعني بس 3 شهور بيت العود، بس يعني استفادية صراحة وتجربة حلوة. أول ما أجيتي كنتي ما تعرفين كل شيء. أي صح. أول درس نطوش إياه شنو كان؟ أنطاني استلم الموسيقي دوري مي فا صول لا سي. أي طبعا. شلون يتم التربية بين النظري والعملي؟ يعني اكو محاضرة عملي، شلون طبقتيها بالعملي؟ هو أستاذ محمد دائما يعني ينطينا النوتة نظرية ومباشرة درس عملي وياها، وبالإضافة للورش الجماعية اللي سووها. الورش الجماعية شنو تفيدكم؟ تفيدنا طبعا اكيد انه كلتنا يعني نتعلم من اخطاء بعضنا، نصحح البعض، يعني مفيدة. انت قلتي يعني نعزف مقامات، وانا احب المقامات العراقية. ابرز المقامات العراقية تعرفيها يعني كاغاني كتراثيات؟ اي يعني اعرف المغنيين كلهم القدامى، بس المقامات بعدني ما درستها. لا بعدنا. عمي اهلك عليها؟ اي اكيد كلها يعطينا اياها استاذ محمد. بس المرحلة اللي وصلتي مستوى ما عندي مبتدئة هي يعني. يعني تقدرين تعزفين عود؟ نوعا ما اي يعني بالسلالم الموسيقية. شنو رأيك فكرة بيت العود بالعموم؟ كلش حلوة طبعا، ويعني أستاذ نصير ما شاء الله عليه يعني أحييه على هاي الفكرة، احتضان الشباب ومو بس الشباب، يعني تلاحظ حتى كل الأعمار موجودة، الأطفال الكبار، فحلو إنه تكون عندنا هيك تجربة يشجع على الموسيقى. جيد. شنو تنصحين البنات اللي مثلك؟ اي انصحهم انه دائما يمشون وراء هواياتهم مواهبهم، لا يستحون من المجتمع انه نظره المجتمع مثلا الموسيقى اللي يجي المركز الثقافي، لا يعني شوي الناس بدها تتثقف وتتفهم هاي الفكره، فاللي عنده موهبه واللي حتى مو شرط موهبه يعني يحب هو انه يتعلم شيء جديد خليجي، وخصوصا بيت العود. هلا وسهلا. سهلين المشاهدين الكرام، مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم. القيان مرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونرحب بالشباب اللي ويانا، أطفالنا الحلوين المبدعين. خلينا نتعرف بحضراتهم. بالبداية نتعرف باسمك. محمد دريد. محمد. وأنت؟ حمزة عمار. حمزة. محمد أمجد. محمد. اثنينكم محمد. محمد ومحمد وحمزة. محمد احكي لي عن نفسك بالبداية. بدايتي على العود. على العود. كنا رايحين أنا وأبويا. نعم. على جنطة مال عود. رحنا على محل مال آلات. من رحنا هناك سألنا على محل يبيع جنط. فهذا المحل اسمه المدرس استاذ عامر علي العواد، تعلمت يمه شهرين واجيت ببيت العود هسه صار لي سنه ادرس هنا. استفاديت من بيت العود؟ من الحفلات واللقاءات واتعلم. شو تعلمت من عندهم؟ هواي اشياء. تعلمت النوتات، العزف، كل شيء تعلمت. العود؟ اي. شو تعزف فيها؟ يلا حمزة وانت احكي لي عن بداياتك. بدايتي ابويا قال لي تعجبك الآلات الموسيقية؟ قلت له احب اسمع. قلت له اريد اسجل جيتار. قال لي الجيتار يعني مو زين هنا ببغداد، مو زين المدرسين. جابني على بيت العود، قال لي اذا خل نروح نقعد هناك نقعد شوية
إذا عجبك أشتري لك عود وأسجلك. أنا عجبني وراها تقريبا سنة جاب لي عود وسجلت ولحد الآن ثاني صار لي سنة ببيت العود. شو تعلمت من بيت العود؟ نوتات ومعزوفات هواية حلو كلش حلوة. يعني تقدر تعزف لنا هسه؟ إيه. شو راح تعزف لنا؟ أقدر مثلا أعزف حب لا ينتهي. يلا خلنا نسمع حب لا ينتهي، بس خلي نسأل محمد. يلا محمد شلونك؟ زين. مبارك الحمد لله. وخر العود، وخر العود، خلي يشوفونك الكاميرا. بالبداية احكي لي عن محمد، شلون بديت؟ أنا أول ما بديت كان جدي هو نصر الشمة. جدك نصر الشمة؟ إي خال أبويا هو يصير. إي فأول ما بديت فالمرة طلع هو أستاذ نصر الشمة حفلة، فإحنا رحنا وياها، فأني حبيت آلة العود وأبويا وداني بيت العود وسوت بالعود. شو تعلمت من مدربينك؟ هواية تعلمت يعني مثل جدارية الأستاذ نصر الشمة وأنت عمري أم كلثوم. يلا حمزة. شكرا حمودي. يلا حمزة نسمع منك. يلا تعال جيبه خليه علي، خليه. اي مو مشكلة. يلا خلي نسمع. هاي شنو؟ هاي الحب لا ينتهي. حب لا ينتهي؟ ايه استاذ نصر شمع. شفتها استاذ نصر شمع وعزفتها؟ لا استاذ محمد العطار ثاني علمك اياها. ايه شنو تعرف تعزف؟ انا اعرف اعزف ام كلثوم. اعزف؟ يلا اعزف ام كلثوم. يلا اي اغنية؟ انت عمري. انت عمري؟ عافية حمودي، عافية حمودي. هذا القدر يكفي حمودي. شكرا شكرا حمودي. انت تعزف؟ فيروز بنت الشلبية. فيروز؟ يلا حمزة. استمروا بهذا الطريق وتعلموا موسيقى أكثر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، أتمنى أن نكون قدمنا لكم حلقة تنال إعجابكم. نلتقيكم بحلقات أخرى. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.